الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم. الأول قبل حتى ما نبدأ الحلقة عايزة أقول كل سنة وحضراتكم دايما طيبين، وكل سنة ومصرنا الحبيبة طيبة وبخير. النهاردة تاريخ، يعني مش أي تاريخ، تاريخ النهاردة 8 يونيو، تاريخ مش عادي في حياة المصريين. زي النهاردة من 7 سنين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهامه الحقيقة الكبيرة والصعبة في رئاسة مصر. ما بين التاريخين بقى 8 يونيو 2014 والنهاردة 8 يونيو 2021، يعني حصلت أحداث كتير جدا جدا. لكن أنا فخورة جدا أن أنا امرأة مصرية، ودايما كانت المرأة المصرية حاضرة في أحداث وفعاليات مهمة، وهتفضل بإذن الله لسنوات قادمة دايما موجودة على الساحة في كل المجالات. من سنة 2014 بدأت المرأة المصرية تجد مساندة ودعم وتشجيع واهتمام من القيادة السياسية، ويعني فعلا حصل بداية لكتابة تاريخ الاهتمام بالمرأة والأسرة المصرية وبدعم وقرارات مهمة جدا جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه. السؤال التالي للأستاذة منال العبسي من محافظة الجيزة، بتقول فيه: متى سيكون هناك وزير لشؤون المرأة؟ ده أنا وزير المرأة. كمان بموجب وعد الرئيس السيسي في أول خطاب ليه بعد فوزه على طول في الانتخابات الرئاسية، وعد بالعمل الجاد على أنه يكون أو أن يكون للمرأة يعني دور في الحياة السياسية. جه الوعد ده كدافع قوي أمام المرأة المصرية علشان تستمر في صراعها مع قضية التمكين. طبعا لأن الكلام ده كان، يعني الوعد ده كان بمثابة باعث شديد في نفس المرأة المصرية. وبالفعل أوفى الرئيس السيسي بوعده، وتحقق للمرأة المصرية بالفعل مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا طبعا عن اللي ورد في دستور سنة 2014 اللي اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في كل المجالات، في شتى مجالات الحياة. بتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم اللي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لسنة 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. اعتمدها طبعا الرئيس، رئيس الجمهورية، في عام 2017، وجعل ده عام للمرأة المصرية، وأقرها كمان كخارطة الطريق للحكومة المصرية تمشي على خطاها، وبتحتوي على 34 مؤشر وأربع أعمدة هي التمكين السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الحماية، التشريعات والثقافة، كركائز دايما تكون متقاطعة في الحياة السياسية المصرية. هم قالوا نسب الطلاق 44%. عارفين يعني نسب الطلاق 44%؟ يعني كل 100 حالة زواج يحصل فيها تقريبا 50% طلاق. إذا كانوا بيقولوا في 9 مليون طفل بدون أب وأم بشكل مباشر، طب وفي كمان بقيه الاحصائيات بقى 15 مليون بشكل غير مباشر، يعني في انفصال بس خفي، هو ما عملوش وثيقه انفصال، ساب البيت او هي سابت البيت والولاد بقوا في انفصال خفي. هل تتصدوا كمجتمع؟ ولما انا بكلمكم كده، لما جيت قلت لازم نعمل تشريع لتوثيق الطلاق هجمت. أنا مش زعلان، إنما عايز أقول هجمت. محدش قال إن التشريع على الأقل، يعني مع التطور اللي حصل في المجتمع وفي الحياة الإنسانية كلها على مدى 1400 سنة، ما يحقليش كمجتمع، مش كرئيس، إن أنا أحمل مجتمع. أنتوا عايزين تحولوا أولادنا التسعة مليون طفل اللي بدون أب أو أم بشكل أو بآخر، وال15 اللي بشكل غير مباشر، عايزين تحولوهم لايه؟ هل ده هيبقى مجتمع في استواء؟
والله الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه، لكن في الاول وفي الاخر هي خطوات تاريخيه للمراه المصريه اتحققت طول السنوات السبعه اللي فاتت من وقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وبفضل دعمه المستمر والقوي وثقته في قدرات المراه المصريه يمكن شهد ملف كبير جدا لنصرة المرأة المصرية وحصولها على كافة حقوقها كاملة. وطبعا الملف ده اتقدم تقدم هائل، شفنا لأول مرة في تاريخ السياسة المصرية يكون في الحكومة كام؟ مش واحدة ولا اتنين ولا خمسة ولا ستة، لا 8 وزيرات، ولأول مرة في تاريخ المرأة المصرية تتولى سيدة كمان منصب محافظ. تعالوا نشوف. بدأتي بقى، جيتي أول يوم هنا حضرتك مكتبك، بدأتي بإيه؟ مهتمة بإيه أكتر؟ الزراعة ولا الصناعة ولا المشاكل اللي عندهم في مياه الشرب ولا مياه الصرف الصحي اللي طبعا ليها مشاكل في البحيرة؟ في كل حتة بس البحيرة من المحافظات اللي همها تقيل في الصرف الصحي زي اسكندرية وأكتر. بالظبط. بدأتي إزاي؟ شوفي حضرتك، احنا يعني اقسمنا قدام الرئيس العظيم طبعا. قال حضرتك حاجة ست الرئيس؟ لا، هو قال لي مبروك وبالتوفيق. انت عارفة لحظة اي كلمة زيادة كونك اول محافظ لحظة ست. القسم دي بتبقى لحظة ارتجال يعني طبعا. ايه مش عارفة يعني ايه واقفة قدام رئيس الجمهورية وعندك رئيس الوزراء على شمالك، واللحظة نفسها انك انت يعني هتلاقي كل الناس اللي بتحلف وزراء ومحافظين، يعني احنا انا معقوله ما نعرفش نقرا 4 سطور او نحفظهم بس بتقدريهم نحفظهم؟ تلاقي كل فتره كلنا حاطين الورقه كده وبعدين شويه تلاقينا بنقرا فيها، مش التركيز والتشنه بتقريها بالتشكيل. انت واقفه قدام مصر كلها، صحيح، واهم حاجه قدام رئيس مصر. الله. فلازم اولا لازم بتفكري طبعا تروحي لبس في حشمة طبعا حشمة، لا في بروتوكول للكلام ده يعني. فبس كانت لحظات فارقة لكن جميلة. عايزة أقول لكم إن بالرغم من القرارات الكتير اللي اتخذها السيد الرئيس، مش عايزين ننسى كمان القرار الأخير اللي هو خاص بالنيابة العامة، الست هتبقى وكيل نيابة، هتبقى كمان قاضية في مجلس الدولة، واللي كانت طبعا يعني سنوات طويلة بالرغم من إن القانون بيقول إن ممكن المرأة تبقى في مجلس الدولة، لكن الرئيس أخذ أو أعطى بالفعل إشارة البدء في تطبيق هذا القانون. وإحنا الحقيقة مهما قلنا ومهما أخذنا من عدد من الحلقات مش هنوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدا أبدا حقه في أننا نشكره على كل ما تم تقديمه للمرأة المصرية، ما تم تقديمه من احترام قدرات المرأة المصرية، تقديرها على المستوى الشخصي والاجتماعي والصحي، 100 مليون صحة يا جماعة، واهتمام بصحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض اللي استفادت منه المرأة المصرية، مش عارفة أقول إيه ولا إيه، قوانين للحد من الطلاق علشان يعني ينصف الست المصرية، حاجات كتير قوي قوي. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مهما قلنا ومهما رصدنا عدد من الحلقات في ست الستات مش هنقدر نوفي حضرتك حقك. وعلى فكرة إحنا غطينا كل الأحداث دي في حلقات وحلقات من البرنامج مع كل قرار ومع كل قانون للمرأة المصرية.